السيدة سلمى صايح، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة يوم المرأة العالمية، وسعيدين جدا باللقاء مع حضرتك. الله يسلمك، الله يحفظك يا ربي، إن شاء الله عيد سعيد على الجميع، على الأمة كلها وعلى كل النساء وكل الكادحات والأرامل واللي متحملات عبء كبير من هالحياة. ستسلم، أنا يعجبني صراحتك وبعيدة عن الرسميات، يعني ليش أخذت اللقاء وياك؟ يعني صريحة وصادقة، وكنت مواكبة أجيال في هذه المجتمعات خاصة بالسويد، يعني 35 سنة في المهجر، أكيد يمكن وأنت كنت داعمة لعدة نشاطات. تحدثيني عن حقوق المرأة في السويد، كيف تشوفيها؟ والله نانا، المرأة بالسويد ماخذة حقها يعني بالكامل تقريبا، وإذا نقول أكثر من اللازم، حتى لدرجة اللي يعني إحنا عندنا بلداننا بالشرق تقريبا المرأة مظلومة، يعني الحق دائما يكون ويا الرجل، والمرأة يعني إلا ما رحم ربي. بس هنا المرأة ماخذة كل حقوقها، الرجل هو المظلوم. لازم كيف تفسرين هذا؟ لازم يعني هنا القانون دائما ويا المرأة، يعني إذا صير أي شكوى، لو أي شيء خفيف، يعني شكوى خفيفة ممكن الرجل يروح بها 5 سنين سجن، ولو مرأة إيش ما تظلم. المرأة طبعا أكثر النساء مستغلين هاي الـ هاي الـ هاي, الـ هاي الحقوق اللي معطيها الدول المتقدمة. يعني تشوفي هذا استغلال من المرأة، هنا جبروت من المرأة على الرجل. نعم، كثير يعني بعض النساء استغلوا هذا هاي الحقوق كثير، واستغلوا هذه القوانين الدولة اللي مخليتها، يعني ما مخلية هاي الحقوق من أجل استغلال الرجل، بإنما بعضنا استغلوا. ولكن من باب الإنصاف يطمح للمرأة تعيش في بيت وعمل لحالها، يعني وتكون منتجة في هذه المجتمعات، عكس مجتمعات عربية قد تظلم، ما يكون لها فرصة عمل. المرأة يعني من بدايتها رب العالمين كرمها وطاها حقها، خلاها ملكة في بيتها، ملكة. يعني الرجل يقدح ويتعب ويكد تحت الشمس، وهذا الميكانيكي وهذا الكناس وهذا الزبال وهذا الزائق وهذا الخباس قدام الكورة مال النار، ويجيب وينطيها ويلبسها الذهب ويلبسها وهي في بيتها وتربي أطفالها. هاي إذا نجي على الدول مالتنا الشرقية والإسلامية، فالمرأة يكون إذا الزوج كان هو يعني منصف وياها، فهي تكون ماخذة حقوقها وزيادة وقاعدة بالبيت، هي بالعكس هذا إلها راحة، هاي مو ظلم إلها، هذا راحة إلها. يعني بدل ما بينما المرأة لما انطوها هسه حقوقها بالدول الغربية أو الدول المتقدمة طقوا حقوق المرأة، بالعكس هم جاروا عليها ما انطوا حقوقها، هم شغلوها كذا شفت، يعني تقعد 6 الصبح الفجر لازم ركض تحضر أطفالها توديهم للحضانة، بعدين لما توصلهم للمدرسة أو للحضانة. ولكن إذا تسمحين، يعني لدى المجتمعات الغربية لها طابع بالمرأة العربية، خصوصا في العراق بالسعودية قد تمنع من السياقة، زواج القاصرات، هاي شغلات يعني شاذة ونادرة. يعني ما نجي نحكم على الدول، يعني اقصد بانه هل الدين الاسلامي والمجتمعات العربيه انصفت المراه؟ الدين الاسلامي ما منع المراه ان تسوق سياره، انصفها وكرمها وانطاها كل حقوقها، ولكن اذا يجي زوج او اخ او اب يجي يسيطر عليها ويظلمها، وهي أو اللي يكون الدولة أو الحكومة يعني قوانينها مدنية ترى مو إسلامية، يعني إحنا عندنا قوانين مدنية، إحنا ما عندنا بالإسلام أن المرأة تكون معلقة إذا زوجها راد يعلقها، هذا ما موجود بالإسلام، وإنما هاي قوانين مدنية، فالقوانين المدنية الوضعية اللي خلوها هي اللي ظلمت المرأة، وليس الإسلام هو اللي ظلم المرأة. طيب مشاهدينا الكرام، نفس ما تشوفون قد تكون يمكن وجهة نظر مختلفة، الكل تطالب هنا في حقوق المرأة، هنا سيدة سلمى صايغ قد تنصف الرجل. شكرا جزيلا على هذه الصراحة. أي والله، هي أنا أشوف هي هذا الحق، يعني والمرأة أنا أشوف جارة عليها، يعني أنا المرأة تقعد الفجر وتودي أطفالها من المدرسة، ترجع بعدين تروح لوظيفتها، ترجع بالعصر ركض تجيبهم من المدرسة، وراها تسوي لهم الأكل، وراها تنيمهم، وراها بالليل الرجل ويجي يقولها أين حقي. هذا كل يعني هي 24 ساعة شغلوها، قالوا هاي حقوق المرأة، ولكن بحقيقة هم جاروا على المرأة.
الحقوق المرأة هي عندنا مأخوذة هناك، ولكن بعض الحالات تكون المرأة مظلومة فعلا، إذا مثلا زوجها توفى وما عندها أحد يعيلها، كنت تضطر هي تعيل 4-5 أطفال، هذا هي الدولة ظلمتها، ما عندنا ضمان اجتماعي، ما عندنا حقوق للمرأة من قبل الدولة. سلمى، انت كنت ناشطه في هذه المجال، حقوق المراه او حقوق الدفاع عن الانسان بالكامل في السويد، هل دافعت او كنت تحملي قضيه عن المراه العراقيه؟ والله المراه العراقيه هي قلت لك يعني ما عندنا حقوق لها بسبب يعني الرجال الزوج، شيء طبيعي لان الزوج عندنا او الاب او يعني بعض الثقافات الغير متحضره جاروا عليها، استغل الرجل هاي النقطه وجار على المراه، والمراه ايضا هي ليش تسكت؟ المراه ايضا هي يعني تسكت ليش؟ يعني ليش تبقى؟ يعني انا اشوف بعض النساء يقول هذا حظي نصيبي، لا ما في حظ، في شيء اسمه غير، اكون انا قويه، اكون انا ادافع، انا اجيب الحظ النفسي، انا ادافع عن نفسي، ادافع عن حقوقي، ما اسكت واقول ايه هذا حظي وهاي. وإضافة إلى الدولة ما مخلع قوانين أن تحمي المرأة، فشي طبيعي بعد المرأة تكون هي تربيتها وخجلها والدولة تظلمها، ما عندها أي ضمان أي سند، فهذا الشيء طبيعي تنظلم عندنا. وهنا صار أكثر من اللازم حقوق المرأة هنا، يعني المرأة بعض النساء، يعني بعض النساء اليوم إحنا يعني إحنا اليوم في مناسبة عيد المرأة، بعض النساء أيامهن كلها أعياد، كلها مولات، تسوق، صالونات، صرف، والرجل يكدح ويجيب ويغطي وهي عايشة نفسها. وبعض النساء هذا اليوم هو يوم رمزي لها وما يكفيها هذا لها، يعني سنة بأكملها كن يعني يعيدون يسووا لها أعياد ويسووا لها هذا، يعني بعض المظلومة يراد لها مو يوم واحد، هذا ما يكفيها، واللي ما مظلومة ما أخذ حقها وزيادة هاي هذا هي في كلها كل أيامها أعياد. سلمى، أنت أستاذة ومربية لأجيال، أشكر جزيل الشكر على هذا الحوار الصريح. أشكرك يعني وأشكركم اللي اعطيتوني هاي الفرصة أن أتكلم، وأتمنى يا ربي أن النساء كلها يعني يعيشون أحلى بسلام ويأخذون حقوقهم، وأن لا يستغلون الرجل. شكرا جزيلا. أن لا يستغلون الرجل إياكنا واستغلال الكادر يضحك لأنه يعني الله يكون في عون الرجل في بلاد الغربية. حياتنا ليش على هاي الصراحة، شكرا جزيلا. حياتي. مؤسسة النور في كل عام عندها باكورة من النشاطات والفعاليات، وفي كل فعالية وفي كل نشاط تحس ما عندك نشاط فني، عندك غزوة تركض وما تلحي، تركض وما تلحي. يا بزين يا أبو حسام، يعني هل تنهض بينا على كيفك ويانا؟ فالجواب هو نفسه كل عام وكل سنة. طبعا هذا الجواب اللي يجاوب لنا يا أستاذ أحمد الصائر هو واحد ونقتنع به، أنه هالعيون الحلوة اللي دائما تزورنا تستحق هيك عناء وهيك تعب، فعلا تستحقون. وبالتالي أشكر يعني جزيل الشكر صديقي اللي مع الأسف أقول بالعراق ما التقيت به، التقيت به بالغربة، بس هذا فخر إلي أنه أنا ألتقي بهيك صديق محترم يحب أهله، يحب ناسه، يحب اللي داير مداير، وهذا نفتقده في أوقاتنا الحاضرة. شكرا أبو حسام لجهدك وتعبك، شكرا لكم اللي دائما ما تخذلونا بالحضور، وفعلا تستحقون كل ما هو مجدي وكل ما هو نافع. اعلامي علي السعدي، مساء الخير. مساء النور. شكرا صديقي علي، مرحبا، تحياتنا لك. حضرتك حاضر اليوم دعما للمرأة العربية وانصافا لها في هذه المهرجان التي تقيم مؤسسة النور. نعم أكيد، يعني هذا اليوم هو يوم مميز، هو يوم المرأة العربية أو المرأة بشكل عام، هذه المرأة التي هي نصف الحياة، أكيد هي مكملة الرجل، لولا هذه المرأة لما اكتمل النصف الآخر في قلب وداخل هذا الرجل وكيان الرجل بشكل عام.
قاعدة الحياة بنيت على هذه المرأة أساسا. لو كان الرجل لحاله بهذه الحياة لم يكن لدوره مكانة كبيرة، أو لم يكن له المتسع لكي يكون مكملا مع هذه الحياة ومستمرا مع هذه الحياة وصعوباتها. حقيقة هذا اليوم هو يوم مميز، بالتأكيد هو تكريم لإنجازات وتضحيات المرأة وما قدمته للحياة بشكل عام وللرجل بشكل خاص، وكذلك هي رسالة منا أننا ايضا نقف الى جانب قطر. طيب علي، انت كونك صديق يعني وعندك احتكاك كونك اعلامي في الجاليات العربيه المتواجده، هل شاهدت تغير المراه بين المجتمعات العربيه بينما كانت في دولنا في الشرق الاوسط وعندما وصلت في السويد؟ يعني اكيد حينما كانت المراه العربيه تكافح في بلادنا كانت الصعوبات تجري عليها وعلى الرجل، ليس على الرجل فحسب. هذا الواقع جميعنا عشناه في بلادنا العربيه، حيث الصعوبات هناك، حيث الحروب والمشاكل والتقاليد والعادات التي تقيد من قدرات وإمكانيات وطموحات هذه المرأة. لكن بعد الوصول إلى هنا تميزت الكثير من النساء العربيات، لا نستطيع أن نجزم بأن الكل تميز، ولكن الكثير منهن تميزن هنا في هذا البلد للفسحة التي منحت لهن من خلال فرص العمل، من خلال حرية الرأي، حرية نعم حتى في السياسة، نعم في كل مكان، في كل مجال. هنا في هذا البلد السويد تميزنا الكثير من النساء العربيات ووضعنا بصمتهن في هذا البلد. هذا مهم جدا لكي تبرز المرأة العراقية أو العربية بشكل عام، تبرز للمرأة السويدية التي هي لها من الحريات ما يكفي في هذه الحياة، وسبقت المرأة العربية بحرياتها الكثير، لكي تبرز المرأة العربية وتثبت لها بأنها لديها أيضا قدرات، وهي أيضا قادرة على أن تتميز أكثر وتناضل أكثر وتكون بمصاف أقوى وأكثر تقدم من النساء في العالم بشكل كبير. طيب. ولاحظنا على ذلك أمثلة على نساء عربيات معروفات، منهن المرحومة زها حديد والكثير من المتميزات وزملائها هنا في السويد أيضا. كل التوفيق للمرأة أينما كانت في المجتمعات العربية وأيضا في المغرب في الدول المهجر. شكرا جزيلا على هذا اللقاء سعد. شكرا لكم ونتمنى لكم التوفيق وللجميع. شكرا لكم. شكرا. تحياتي. الجميلات في هذا اليوم، يوم المرأة العالمي، نتمنى لمؤسسة النور دوام الموفقية والنجاح والاستمرار في هذا العمل الجيد، ومن الله التوفيق. شكرا لكم. الآن نتمنى أنه نكرم ثلاث شعراء شاركوا هذا الحفل اليوم. بالنسبة إلى أستاذ خضير، مشاهدينا الكرام نلتقي الآن مع شاعر الكبير حسن الخرساني. تحياتنا لك أستاذ، وسهلا بك في اللقاء. أهلا وسهلا بك سلام أستاذ. اليوم نورتنا في أمسية جميلة تدعم المرأة. الله يحفظك، أنتم من نور، إحنا ننهل من نوركم. الله يسلمك أستاذ الكريم، كونك هو داعم لنشاطات عدة وما شاء الله مسؤول عن منظمات ورئيس جمعية. نعم، أنا حسن رحيم الخرساني، شاعر، عضو اتحاد الأدباء السويديين، عضو اتحاد الأدباء العرب والعراقيين أيضا، ورئيس جمعية النخيل في مدينة تريبوري بالسويد.
ما شاء الله يعني غني عن التعريف، الله يحفظك استاذي. استاذ اليوم كرمت انت من الجمعيات والمؤسسات عده، من ضمنها يمكن مؤسسه النور، وتواجدك اكيد هذا دعم للمراه وانصافها. نعم الحقيقه اجتني دعوه كريمه من الاستاذ احمد الصائغ، هو صديقي واخي يعني، دعاني ان اقرا قصيده، وبهذه المناسبه مناسبه عظيمه، لانه المراه هي الام الاخت الحبيبه، فيجب علينا جميعنا ان نقف بجانب هذه المراه اللي هي الحياه بكاملها. بالتاكيد استاذ، هذه المراه التي انجبت اجيال وشعراء يعني، بصراحه استاذ نفتخر بكم. شكرا لك. بالتاكيد احنا بالغربه، خاصه بالغربه، يجب مسانده المراه. المرأة هي كل شيء بالحياة حقيقة، يعني لولا المرأة لا وجود للحياة. تأكيد أستاذ. أستاذ ما شاء الله كل هذا الدعم للمرأة. طيب نسمع، كتبت شعر للمرأة؟ والله أنا هواي عندي قصائد حقيقة، هي وما تدركنا أنا القصائد، يعني مو كل القصائد أحفظها، بس إنه أنت تدري أنا عندي تقريبا 12 كتاب صادر بالسويد، مترجمات قسم من اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية والسويدية، ومو كل قصائد أحفظها، بس راح أقرأ لك مقطع. إنه بال93 من كنت في الكلية، مقطع صغير أقول بي: تحدق لي وفي شفت الجواب، وتسألني فيأخذني العتاب، تطوف بنظرة من بعد صمت، ونور الحب في العينين باب. لماذا تشرقين وأنت ليل وشمس للورى وأنا العذاب؟ تراودنا الرياح إذا أطلت، كأن جمالها في الروح ناب. الله صح لسانك استاذ، وشاعرنا الكبير حسن الخرساني تحياتنا لك. حبيبي استاذ احمد، شكرا لكم وشكرا لهذه الكلمات الطيبه من عندكم. تحياتنا لك عماد الموصلي. حبيبي استاذ عماد، شكرا لك. تحياتنا. مشاهدينا الكرام، نلتقي الان مع الاستاذ علي الخفاجي، نائب رئيس جمعيه ومنظمه السلام والصداقه الدوليه في الدنمارك والسويد. اهلا وسهلا بك، نورتنا اليوم في مؤسسه النور. طبعا انا لي الشرف الكبير ان التقي بهذا هاي الاعلام الجيد والهادف بالنسبه الى قناتكم هاي الجميله الحلوه، واتمنى ان شاء الله لكم كل التوفيق والنجاح بعملكم، ويشرفنا اليوم ان نلتقي بكم. تحياتنا لك استاذ. استاذ نفس ما تخللت الامسيه اليوم دعم للمراه، وبمناسبه يوم المراه العالمي، حضرتك شاهدنا كرمت جمله من الاساتذه والشعراء الحاضرين في الامسيه. نعم حقيقه منظمه السلام والصداقه الدوليه اللي مقرها في الدنمارك هي الرئاسه، والاداره العامه هي موجوده هنا بالسويد. طبعا احنا نكرم دائما بالنسبه للفنانين والشعراء والادباء، وإضافة إلى منظمة السلام والصداقة الدولية، أنا رئيس اتحاد الأدباء والشعراء في السويد، يعني هاي هم الله يخليك. الله يخليك. وبالنسبة للمنظمة، هي منظمة دولية معترف بها دوليا، رئيس المنظمة هو سوران فيبيه، رجل دنماركي عمل في المنظمة من تأسيسها حوالي 12 عام، وتعمل المنظمة في جميع أنحاء العالم. طيب أستاذ، نعم. كون اليوم هي الأمسية دعما لحقوق المرأة، هل في المنظمة عنصر النساء؟ نعم نعم، احنا عندنا بالمنظمة عندنا عدة مدراء، ومن ضمنهم مديرة الأمومة والطفولة، هذه طبعا تتحرك على جميع الأماكن، وطبعا زيارة المستشفيات والمدارس وتقديم العون من قبل هذه مديرة الأمومة والطفولة اللي موجودة عندنا بالمنظمة. كل الشكر والتقدير لكم ولمنظمتكم الكريمة والمحترمة. الله يخليكم، أنا لي شرف أن ألتقي بكم، وتحياتي لكم، وإن شاء الله تزورونا مو بس هذا اللقاء، عدة لقاءات. وطبعا أنا بمدينة اسمها أونبي، هي مدينة سياحية معروفة بالسويد، تشتهر بالشلالات، وبالنسبة يوجد فيها هرم مثل هرم اللي موجود حاليا في مصر. أستاذ شوقتنا، رح نجي أنا والكادر يوم. أهلا وسهلا، ومية مية مية هلا بيكم. بدو أستاذ، شكرا جزيلا لك، تحياتي. شكرا لك حبيبي.
مشاهدينا الكرام، نلتقي الآن مع الأستاذ أحمد الصيف، رئيس اتحادات الجمعيات العربية في السويد وأيضا مؤسسة النور. أهلا وسهلا بالأستاذ. أهلا بك وحياكم الله، وشكرا لحضوركم اليوم ومشاركتكم هذا المهرجان وهذا الحفل، وهذا شيء يعني ليس بالغريب عليكم، أنتم دائما سباقين لحضور هكذا مهرجانات والتغطية الرائعة اللي نتابعها. مؤسسكم ما شاء الله دائما كريمة ومستمرة في النشاطات واحتضان هذه الجالية العربية المتواجدة بالسويد. شكرا لك. شكرا أستاذ. اليوم مهرجان طيلة 3 أيام، واليوم الثاني ممكن تحدثنا عن مهرجان مؤسس النور الداعم للمرأة العربية. حقيقة هذا المهرجان هو المهرجان الخامس. دأبت مؤسس النور أن تقدم في كل عام مهرجان للمرأة لإيمان مؤسس النور بدور المرأة في بناء الحياة الكريمة للأسرة أولا وللمجتمع. أغلب أعضاء أو أغلب عضوات مؤسسة النور هنا من النساء، ومديرة التحرير امرأة، مديرة النشاطات امرأة، مديرة مكتب بغداد امرأة، وكثير من السيدات هن لهن باع طويل في مؤسسة النور ومنذ تأسيسها عام 2006. هذا المهرجان يأتي ضمن نشاطات مؤسسة النور التي بصراحة أنا أعتز بها، لأنه دناغم فئة جميلة، فهي الأم وهي زوجة الحبيبة، هي البنت، هي الأخت، هي كل شيء بالحياة. هذا المهرجان على مدى 3 أيام بالتعاون مع اتحاد الجمعيات العربية في السويد واستوديو فريماندت والمجموعة العربية في حزب اليسار وأيضا بعض الجمعيات الداعمة لهذا المهرجان. المهرجان في يوم الأول كان عبارة عن دراسات لأربع سيدات، قدمنا مداخلات. السيدة ندى العلي والسيدة نبيلة علي وأيضا السيدة فاطمة الباش والسيدة هالة التيجاني، وكانت جلسة نقاشية حوارية جميلة عن واقع المرأة بين الإصرار والتحدي. اليوم هو اليوم الثاني، وأيضا كانت هناك قراءات شعرية لعدد من الشعراء، وطبعا احنا تقصدنا أن يكون شعراء لأن لازم الشاعر هو يناغم المرأة في عيدها، لازم لأنه الرجل هو الداعم الحقيقي للمرأة، لولا وجود الرجل في حياة المرأة ما كان هذا العطاء. تم تكريم عدد من السيدات، السيدات اللواتي كان لهن دور في الحياة خاصة بالسويد، السيدة المناضلة صبرية حديري، المهندسة مهندسة الكهرباء زينب رسول، وأيضا السيدة فادية درويشة والسيدة هالة التيجاني. كل شخصية أخذنا، طبعا هي من دول مختلفة، من الجزائر، فلسطين، العراق ولبنان. الحقيقة اختلفت البلدان واختلفت، لكن اجتمعن تحت غطاء الإبداع، كل منهن قدمت إبداع، قدمت شيء جميل يحق إن نفتخر أنه عندنا هاي النساء العربيات. خاصة هنا بالسويد نحتاج أن نكون أن نعكس الصورة المشرقة للمرأة العربية وللشخص العربي بشكل عام. فالحمد لله تم اليوم الثاني، وهو هذا التكريم وهذا الاحتفاء بحضور هذه. أستاذ أيضا شفنا تكريم لمؤسستكم. الحقيقة هناك تكريم من مؤسسة الصداقة الدولية بشخص الأستاذ علي الخفاجي، الرجل حضر من مدينة لينشوبين من أونبي بعد 450 كيلومتر ليحضر هاي الاحتفالية ويقدم لنا تكريم، وهذا شيء كبير نعتز به. أيضا كان هناك اليوم معرض للأشغال اليدوية، وهي من أشغال السيدات، قدم شيء جميل من التراث الفلسطيني والعراقي والسوري، مشاركات كثيرة ومشاركات رائعة. في يوم غد إن شاء الله سيكون عرض الفيلم العراقي الرحلة، هذا الفيلم الجميل اللي يحمل صورة إنسانية رائعة، هي للصراع بين داخل الإنسان عندما يكون في وضع معين، يكون هنا خيار بين أن يستمر في ما يملي عليه الأشرار الذين يردون أن ينهوا هاي الحياة، يردون أن يقتلوا الجمال في الحياة، وبين الصحوة الضمير. وصحوة الضمير دائما يجي عن طريق الحب، فهذا الحب هو اللي ولد صحوة الضمير لدى الفتاة اللي رادت أن تفجر نفسها ورادت أن تحل كارثة في محطة القطار. هاي الأحداث، تحياتنا للأستاذ محمد الدراجي، وهذا الفيلم أيضا بالتعاون مع مهرجان مالمو للأفلام العربية والصديق محمد قبلاوي. تحياتنا لك أستاذ. أيضا شاهدنا نشاطات عدة من خلال هذا المهرجان، وغدا قد يكون الختام.
طبعا غدا هو اليوم الختام، لكن ليس ختام المهرجان، لأنه المهرجان هو مستمر، وإن شاء الله كل يوم مهرجان وكل يوم عيد وكل يوم فرح، لأن في الغربة هنا نحتاج أن يكون التقاء مع المرأة، التقاء مع الرجل، التقاء لكل مجالات الحياة. فأنا سعيد جدا أنه يستمر المهرجان بهذا الألق وبهذا النجاح وبهذا الحضور المميز. طبعا أستاذ أنت دائما مؤسستنا عودتنا عن الكرم وهذه النشاطات الجميلة، نشكركم جزيل الشكر على هذه النشاطات. شكرا يا حبيبي، شكرا لك، شكرا شكرا، تحياتي لك، شكرا شكرا. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه التغطية لا يسعنا إلا أن نشكر الحضور المميز الذي نور في هذه الأمسية الرائعة والكادر الإعلامي لراديو صوت الشباب مالمو. نلتقيكم في تغطيات أخرى، تحياتنا.